أهلا بكم في محورنا الثاني، نخصصه للحديث عن تطورات الأوضاع في فلسطين وتحديدا جنين. أرحب بضيفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت الدكتور سعد نمر. دكتور سعد مساء الخير. مساء النور لك ولكافة الأخوة المشاهدين. وأيضا أرحب بالناطق باسم حركة فتح في مخيم جنين الأستاذ عطالة أبو رميلة، انضم إلينا خلال دقائق الأستاذ عطالة. دكتور سعد، التطورات تستمر، جنين تصبح مساعدة بشكل أكبر هذه المرة في وضح النهار، والسؤال ما الذي يحدث؟ لماذا كل هذا التعنت من الاحتلال، ولماذا كل هذه الاقتحامات وهذا التبادل لإطلاق النار؟ نعم، مساء الخير مرة أخرى. يعني من الواضح جدا أن جنين هي عقبة كأداء أمام الاحتلال وأمام سيطرته المطلقة على مجمل مدن الضفة الغربية. جنين أرست مثالا جديدا قد يكون يعني من أصعب ما يمكن بالنسبة للاحتلال، وهي أرست مثالا في مقاومة الاحتلال عند أي محاولة لدخوله إلى مخيم جنين وجنين وحتى قضاء جنين أيضا. وهذا أصبح نقل مباشرة بعد ذلك إلى نابلس، حيث أصبحت أيضا نابلس عقبة كأداء أمام الاحتلال. وخوف الاحتلال من تكرار هذه التجربة وانتقالها إلى العديد من المدن و القرى الفلسطينية، وبذلك هو يفقد السيطرة شيئا فشيئا على الضفة الغربية، كما كان في السابق يذهب إلى أي مكان ويعتقل ويخرج دون أي اشتباكات، والآن دخوله وخروجه إلى أي مدينة أو قرية في الضفة سيكون له ثمن باهظ وسيكون هناك مقاومة. نحن نعلم أن الثمن الذي ندفعه كفلسطينيين هو ثمن كبير وثمن مضمخ بالدماء الشهداء، ولكن في نفس الوقت على هذا الاحتلال أن يدرك أنه لم يعد الوضع الموضوع كما كان في السابق، وأنه الآن سيواجه مقاومة عند دخوله لأي منطقة من مناطق ومدن وبخيمات وقرى الضفة الغربية. لكن دكتور، السؤال لماذا هذا التعنت وهذا الدخول المستمر ومحاولة الدخول والاقتحامات واستهداف يعني بنك الأهداف؟ بنك أهداف الاحتلال اليوم لم يعد بنكا، هو لا يعلم من يستهدف عند دخوله لأي من مناطق الضفة الغربية، رغم ذلك هو مستمر، والبعض يربط ذلك بالانتخابات القادمة وبالأبعاد السياسية القادمة التي يحاول الاحتلال فرضها على الواقع الفلسطيني. يعني دعني أبدأ من حيث انتهيت. بالرغم من أهمية قضية الانتخابات الإسرائيلية، والتي بالتأكيد أن معظم القادة الإسرائيليين يحاولون التنافس، وهذا التنافس يكون على حساب الدم الفلسطيني في معظم الأحيان، ولكن للمرة العشرين التي نكررها أمام الإعلام، دعكم من قضية الانتخابات واستعمالها كمبرر لعنجهية والاحتلال. الاحتلال بطبيعة، يعني إذا لم يكن هناك انتخابات هل الاحتلال حمامة سلام في المقابل؟ يعني هذه سياسة ممنهجة عند الاحتلال سيمارسها وسيستمر بممارستها بغض النظر إذا كان هناك انتخابات أم لم يكن هناك انتخابات. هذه هجمة منظمة على الشعب الفلسطيني. من الواضح جدا إسرائيل وتحديدا المستوطنين فيها ما زالوا يعيشون بعقلية وجود إدارة ترامب، لأن الإدارة الجديدة إدارة بايدن لم تحرك ساكنا على الموضوع ولم تتدخل بأي شكل من الأشكال، وبالتالي فإن الإسرائيليين يعتقدون أنهم مستمرون في الإجراءات والأمور التي أقرها ترامب لهم وهم مستمرون في هذا النهج، وبالتالي هذا سيتصاحب بالتأكيد مع صرف لجنود الاحتلال وانفلات للمستوطنين في كافة أرجاء الضفة. هذه الأمور بالتأكيد ستواجه بالمقاومة، وهذه المقاومة الشعبية سواء كانت أو المقاومة المسلحة التي بدأت تظهر في كافة أنحاء الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة، وباعتراف الاحتلال أن العمليات قد زادت بكمية هائلة خلال الأشهر القليلة الماضية. هذا يعني أن هناك نمط جديد من المواجهة. لماذا جنين ولماذا هذه الإجراءات؟ هذا ليس له علاقة بالانتخابات، له علاقة بمحاولة
تأديب جنين وعدم نقل مثال المقاومة إلى مدن وقرى أخرى، وبالتالي هذه يعني عقدة يريد الإسرائيليون كسرها في جنين، يريدون كسر هذه الجوزة طيب. المتحوصلة في جنين. نعم دكتور سعد، لكن اسمح لي أن يكون مسيطرا بشكل كامل، سأعود لك، لكن تجربة جنين انتقلت إلى المناطق الأخرى، هذه حقيقة اليوم، وهذا دلالة على أن كل ما يقوم به الاحتلال حتى اللحظة لا يؤتي أكله. لكن قبل ذلك اسمح لي أن أرحب بالناطق باسم حركة فتح في مخيم جنين عطاء برميلة. أستاذ عطاء مساء الخير، أهلا بك في نبض بلد. مساء الخير وكل احترام لكم ولأخواننا في الأردن، والله حييكم. أستاذ عطاء، السؤال اليوم، جنين لا تزال تقتحم، العمليات مستمرة، المقاومة مستمرة ومستمرة، والسؤال إلى متى وإلى أين تتجه الأمور في جنين؟ أخي الكريم، الأمور تتجه في جنين إلى تصعيد كامل شامل. إحنا هذا عدوان صهيوني مجرم، يعني اليوم مثلا اقتحموا حارة أو حي الحواشين في داخل مخيم جنين، هذا الحي الذي أذل الاحتلال وهزم الاحتلال قبل 20 عاما. المعركة تركزت في هذا الحي وقام الاحتلال بتدريبه بشكل كامل، وكان يشرف على عملية المقبول شارون ومفاز وقيادة الكيان المجرمة، اليوم أيضا قاد العملية رئيس الأركيان كوخافي. نحن نقول لكوخافي ونقول قادة الإجرام في الكيان الصهيوني، يعني أنتم بدكم أصوات انتخابية بالدم الفلسطيني، لكن سيتم نزيف أيضا من الدم الصهيوني. المقاومة اليوم تنتقل من أرض مخيم جنين إلى تل أبيب، إلى أور يهودا، إلى بني براك، إلى الأغوار، إلى معسكر الجلمي. المقاومة لن تقف فقط لتدافع عن أبناء شعبنا الفلسطيني، لا، ستنقل المعركة إلى عمق الكيان. لن نسمح لهذا الاحتلال بالاستفراد بشعبنا الفلسطيني، كل اقتحام يرتقي الشهداء والجرحى وأسرى ومعاناة وحصار لشعبنا الفلسطيني. نحن نطمئنكم ونطمئن شعبنا الفلسطيني، نحن بخير، والجاهزية القتالية بخير، والوحدة الوطنية على الميدان في أرض المعركة بأفضل حال، رغم كل الانقسام والخلافات السياسية اللي فوق. احنا لا سائلين عن اللي فوق ولا سائلين عن حدا، اختلفوا اتفقوا، يعني ما لها تأثير على الواقع، على الواقع الميداني. الواقع الميداني احنا موحدين، ما في فرق بين فصيل وآخر، كنا منقاتل على أرض المعركة والكل يقاتل، الكل يقاتل بكل أنواع، بكل ما يملك الفلسطيني من سلاح، وحقنا السماوي والشراع السماوي والأرضية أن ندافع عن شعبنا الفلسطيني أمام هذه الهمجية من القتل والإجرام، أطفال شباب صغار يقول الله عنهم سبحانه وتعالى أنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، شباب صغار يقوم الاحتلال بقتلهم. وبالأمس القريب في نابلس، نابلس البطولة والشهداء لا يقتلون لا أطفال ولا نساء، وتم إطلاق سراحهم. نحن ديننا الإسلامي يمنع القتل الطفل والمرأة، ولكن هم لا يفرقون بين طفل وشيخ وكبير أستاذ عطاء وأطفال إلى آخره. نعم أستاذ عطاء، تقول أن المواجهة مفتوحة على كل الخيارات، ما الخيارات التي تملكها المقاومة في جنين وفي الضفة الغربية اليوم؟ أخي الكريم، كل الأرض الفلسطينية مسموح لشعب الفلسطيني، ها هي المقاومة تمتد، ها هم أبناء طوبات في قلب مدينة جنين ومخيم جنين، يقاتلون جنبا 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 جنب مع أبناء شعب الفلسطيني. حينما يكون الاحتلال يجب مواجهة هذا الاحتلال، كانت في جنين وانتقلت نابلس وهي طوبات، وأيضا هناك شهيد في قلقية وشهيد في رام الله في بيت المقدس. ستنتقل المقاومة إلى كل امتداد أرضنا الفلسطينية، واليوم نقول وداعا وإلى الأبد وبلا رجعة. يعني ما في حدا فلسطيني اليوم يقول لك لا بدنا سلام، لأنه الاحتلال لا يريد السلام. يعني الرئيس الفلسطيني مكث سنوات وهو يمد يده ويقول نريد السلام، لكن هم لا يريدون السلام، هم كلهم يمينيين مستوطنين قتلة مجرمين. لا احنا بدهم السلام، واحنا ما بدنا لا سلام ولا مفاوضات. أوسلو انتهت وهم انهوا أوسلو، واليوم اللغة بيننا وبين الاحتلال. نحن نقول يا ابناء شعبنا الفلسطيني، احنا فتح اعلننا منذ البداية كتاب الاقصى
يجب ان تنزل الميدان ونزلت الى الميدان وتقاتل وتدافع على ابناء شعبنا الفلسطيني ونقلت المعركه كما ذكرت الى عمق الاحتلال، والاحتلال سيدفع الثمن، لن نسكت على هذه الدراهم، والاحتلال باذن الله سيدفع الثمن. اشكرك عطاء برميل الناطق باسم حركه فتح في مخيم جيلين. اعود لك دكتور سعد، هذا خطاب المقاومة اليوم، والسؤال أن كل محاولات الاحتلال لوقف وصول المقاومة وامتدادها في الضفة الغربية فشل، المقاومة تمتد، نابلس دخلت على الخط، الخليل قد تدخل على الخط، لذلك الأمور ليست مقيدة بجنين وحدها. نعم يعني هذا صحيح، وهذا كما ذكر الأخ عطاء أبو رميلي، وكل التحية لما قاله الأخ عطاء أبو رميلي، بأن الانتقال المقاومة هي مثل النار في الهشيم، تبدأ بمكان معين في بؤرة معينة ومن ثم تبدأ بالامتداد، وهذا ما نلاحظه، وهذا ما يلاحظه أيضا تقارير حتى الشباك والصحافة العبرية التي تتحدث عن الازدياد الكبير جدا في العمليات، إنها تنتشر، وهناك هذا الانتشار نوعي هذه المرة بكونه أولا ليس مخططا كما كان سابقا، يعني ليست التنظيمات هي من ترسل الشباب للقيام بعمليات ضد الأهداف الإسرائيلية، إنما شباب متحمس، هذا جيل نشأ خلال فترة السلام، خلال فترة أوسلو، من المفترض أن تكون فترة سلام، ولكن هي كانت فترة تشريع للاحتلال وشرعنا للاحتلال، وبالتالي أدرك الفلسطيني بأنه لابد من المقاومة، وهي الأسلوب الوحيد الذي تفهمه هذه الدولة. أدرك الفلسطيني قضية مهمة جدا، والحمد لله نأمل أن أيضا القيادة الفلسطينية أن تدرك ذلك، أن هذا الاحتلال لا يرغب ليس فقط في موضوع السلام، هو قائم على العنصرية والكراهية وعلى الأبارتهايد، وهو نظام فاشي، هو نظام بطبيعته نظام لا يمكن أن يكون ما هناك مجال معه لأي محاولة مفاوضات، وإنما الحصول على الحقوق تكون بمقاومة مثل هذه الحقوق، لا مجال للتفاوض معها مثل هذا الاحتلال، وإنما اللغة الوحيدة التي يفهمها هي المقاومة. هذا ما أدركه شباب شعبه، وهذا ما أدركه شعبنا بشكل عام في كافة المناطق، لذلك نرى هناك نوع من التصاعد في العمليات العسكرية، والتصاعد في أيضا انتشار هذه العمليات لتشمل كافة أرجاء الضفة الغربية، بدأت في جنين، انتقلت إلى نابلس، وكما ذكر الأخ عطاء أبو رميلة أيضا في طوباس، والآن نتأمل أن تنتقل أيضا إلى بقية المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتي هي رمز من رموز مقاومة هذه المخيمات الصامدة خلال الفترة الماضية كلها، ولذلك نحن نتوقع أن يكون هناك مزيد من العمليات ومزيد من التصعيد في العمليات وفي العنف الإسرائيلي في المقابل، لذلك نحن مقبلون على مرحلة جديدة، وكما قلنا هي مرحلة نوعية، قد يكون هذا أيضا دافعا ويؤدي إلى قد يكون أيضا نشوء انتفاضة ثالثة، لا نستطيع الحكم الآن، ولكن يعني المؤشرات تشير بهذا الاتجاه، لأن الشعب الفلسطيني قد بدأ ينفذ صبره تماما من ممارسات الاحتلال ومستوطنيه، وبالتالي لم يجد أمامه أي إمكانية للتفاوض مع هذا الاحتلال أو أي هناك أي ضوء في آخر النفق، لذلك يعني أصبح من الواضح جدا أن التعامل مع مثل هذه الدولة العنصرية القائمة على الكراهية وعلى العنف هو الرد عليها بمثل هذا العنف. نعم، أشكرك كل الشكر دكتور سعد نمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، كنت معنا مباشرة من رام الله المحتلة.